بنتي اها عندها فاطمه في سلاح بنت لقها مع وحده بنتي هبطت لتحت في الصندوقين وهي سكنت الفوق صح وكتبت لها وعطت لها دراهم عطت لها 140 هي أفطروة عطت لها 140 ودرت لها الوديعة عندي غرفي اها اكيد سمعي بنتي الوديعة كتبت لها الوديعة بكرة عندها بنتي عندها هي الكرام في دارها تحتها ما حبش تخلص لها الكرام وبنتي دارها الفوق تخلص الكرام اها دوكا راهي ما خرجت عليها طريق قلت لها انا ما نخلصش الكرام ديك اها دوك كيفاه دير بنتي راني نسال في بنتي واضح واضح واش الجهه هذه برك عاودي لي برك باسكو الصوت في الاستوديو ناقص واش الجهه هذه المراه هذه المراه حبت بنت دارها على بالي بصح واش تجي بنتك القرابه صله القرابه بيناتهم حبت تخرج عليه حبت تخرج عليها الطريق قالت لها تعالي داري صله القرابه بينها وبين السيده الاخرى وشنو هي ما سمعتكش القرابه القرابه واش تكون لها يعني السيده الاخرى ما تكلهاش ما تكلهاش ما تكلها ما والو بدلت لها الدار بنتي هبطت الصندوقين وهي طلعت شويه كيما السبيطار تاع الفتاح وتفاهموا بشهود من قبل على هذه عندها الشهود تفاهموا وعندنا درنا عند الوتار الوديعه بنتك درنا الوديعه اه صح بنتك اللي دارت لها الوديعه دارت لها الوديعه صحيتي دوك نعطوك الجواب صح بنتي أبيفك. شكرا لك بقى في المتابعه تفضلي سخصيتها شكون على بالك قلت بالك خوتها ولا باش ما نقولهاش روحي معها لدار الشرع صح صح لانه الامور حساسه شويه صح حساسه سي بوغ سا الا كانت خوتها ولا اون تروف ان ليان دونتونت بيناتهم الاميابل مي كي عادت انسانه غريبه عليها هنا الوديعه على بالك تروح معها ديراكتومون البينال القضائي وي نو البينال تروح ديراكتومون البينال باش وي الاعتراف بدين الاعتراف بدين يختلف عن الوديعه الاعتراف بدين تروح للشق المدني الوديعة الشق الجزائي والشق الجزائي فيه الحبس والغرامة المالية طيب دونك هنا ما عندهاش حل معها خرجت عليها طريق تروح معها ديراكتومون الكونسوم هذيك الوديعة ترفع لها دعوة جزائية في قسم الجنح و ال ريكوبير سون ارجون ومعها حق انها ترفع قضية بيان سور هاي دارت عليها صح صح هاي دارت عليها نتمنى كاين عقد بيني وبينك وكيدخل لك كاين علاش خصها كاين شهود صح دونك مرة ماهيش تفتري عليها